جاءت على اثر الكرات الثابته الاولى كانت لشبيبه بجاية على اثر توزيعها من بوكساسة لم تستغل جيدا من قبل حمزه بونمدايس. يرد عليه عمران منير والحارس صولا يتدخل لابعاد الخطر. عمران منير يرغم حارس الشبيبه مره اخرى للخروج وابعاد الكره. الانتشار الجيد لعناصر شبيبه بجاية شل التحركات لاعب المولوديه، ومن ثم الضغط على منطقة الحارس بكرر الذي تلقى الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 30. أمضاه حمزة بولمدايس على إثر تنفيذ ركنية من بوكساسة. بولمدايس لعب الموسم الماضي للتذكير مع مولودية باتنا وساهم في صعود المولودية إلى القسم الأول. محاولات الباتنيين في الربع ساعة الأخير من الشوط الأول افتقرت إلى التركيز والفعالية. المرحلة الثانية لم نسجل فيها فرصا كثيرة رغم محاولات مولودية باتنا لتعديل النتيجة على غرار رأسية بن دبكة، لكنها مرت فوق العارضة. وفي الوقت البدل الضائع فوت بالأخضر على الشبيبة فرصة ثمينة لإضافة الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للشبيبة وروح رياضية مثالية.